الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قوله: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة: سؤال: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب: قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وما من إله إلا الله. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. الآيات. وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. الآيات وغيرها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ أراد أن يبين رحمه الله تعالى أن هذا اللفظ الذي جاء به الشرع هو لفظ شرعي وليس مأخوذا بالاستنباط والقياس والرأي، بل جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تطلب الدليل عليه، وليس المراد بهذه الكلمة مجرد التلفظ بها، بل المراد بها أمران اثنان لا بد من استصحابهما عند سماعها: أحدهما التلفظ بها، والآخر معرفة معناها والعمل بهذه المعرفة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأدلة. الدليل الأول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذه الآية دلت على أن الله عز وجل شهد بنفسه الكريمة على ألوهيته، يعني على لا إله إلا الله. فالآية فيها أعظم شاهد، وهو الله عز وجل على أعظم مشهود به، وهو لا إله إلا الله، توحيده سبحانه وتعالى. وهذه الآية من الآيات التي فيها فضل العلم وأهله، فضل العلم وأهله. فإن الله تبارك وتعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادته بشهادة الملائكة، وجمعه تبارك وتعالى لشهادة أهل العلم مع شهادته وشهادة الملائكة دليل على شرف أهل العلم، وأنهم في مكان علي عند الله تبارك وتعالى. وأمر آخر، ألا وهو أن الله عز وجل استشهد أهل العلم على أعظم مشهود به، فلم يستشهد أهل الصيام ولا أهل الصلاة ولا أهل الجهاد ولا أهل قيام الليل ولا غيرهم من أصحاب القرب، وإنما استشهد الله عز وجل على ألوهيته الملائكة وأولو العلم،
وهذا أعظم دليل على شرف العلم وأهله، وأن الله تبارك وتعالى قد رفع أهل العلم. الدليل الثاني قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذه الآية فيها الأمر بالعلم بلا إله إلا الله، وهي دليل على هذه الكلمة العظيمة، ودليل على العلم بها. والذي أمر بالعلم بلا إله إلا الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر آخر ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعلم بلا إله إلا الله في آخر حياته وهو في المدينة، وهذا يدل على أنه لا حد لتعلم لا إله إلا الله، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالعلم بها وهو من دعا إليها وبينها وقاتل فيها صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الثالث قول الله عز وجل: وما من إله إلا الله. وهذه الآية تدل على ثبوت الألوهية لله عز وجل، ونفي الإلهية عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. وإله هنا نكرة في سياق النفي، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي فإنها تدل على العموم. أي نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، فلا أحد يستحق أن يتخذ إلها مع الله عز وجل. ومن هنا في قوله وما من إله جاءت تأكيدا للعموم الذي يعلم من وقوع النكرة في صياغ النفي. ومن هنا أوردها الله عز وجل تأكيدا للعموم المأخوذ من ورود النكرة في صياغ النفي، فأكد سبحانه وتعالى نفي الإلهية عن كل ما سواه وأثبتها له وحده، وهذا معنى لا إله إلا الله. الدليل الرابع قول الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. الآية ودلالة الآية هنا في قوله وما كان معه من إله، وهنا نفى الله تبارك وتعالى الألوهية عن كل ما سواه، وهذا النفي متضمن لإثبات الإلهية له وحده سبحانه وتعالى. فقوله ما كان معه من إله دليل على إفراده بالإلهية، ودليل على نفيها عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. الدليل الخامس قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قوله تعالى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يعني بالمغالبة،
فلو كان معه إله آخر إما أن يغلب هو أو يغلب الإله الآخر، فالغالب هو المستحق للإلهية، فالغالب هو المستحق للإلهية، فنفى أن يكون معه إله، ولو كان معه إله لغلب أحدهما وهو أقواهما، تعالى الله عز وجل أن يكون له شريك أو معه إله، وهذا معنى لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب: معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى سؤال آخر، وهو من الأسئلة المهمة المتعلقة بهذه الكلمة، فقال: ما معنى لا إله، ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الشهادة تشتمل على شيئين اثنين، أحدهما نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل، نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل، والآخر إثبات العبادة لله عز وجل وحده. وحتى تعلم يا طالب العلم لا إله إلا الله على وجهها الصحيح، لا بد من معرفة أمرين اثنين، أحدهما معرفة معنى الإله، فلا يعلم لا إله إلا الله على وجهها الصحيح إلا من عرف الإله، وعرفه بمعناه الصحيح شرعا ولغة، لأن الجهل بمعنى الإله ينبني عليه الجهل بمعنى لا إله إلا الله، والآخر تقدير خبر لا، لا إله إلا الله، تقدير خبر لا النافية في كلمة التوحيد في لا إله إلا الله. أما الإله في كلام العربي فمعناه المعبود، ولا معنى له آخر في كلام العرب. وأي تفسير لهذه الكلمة بغير المعبود فهو تفسير مخالف لما وضعت له في كلام العرب وما وضعت له شرعا. وأي تفسير لكلمة الإله بغير المعبود فهو تفسير مخالف لما وضعت له هذه الكلمة لغة وشرعا. فالإله هو المعبود، وأله معناه عبد. ذكر ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، وذكره كذلك جماعة من أهل اللغة. قال رؤبة بن العجاج رحمه الله تعالى: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، أي من تعبدي لله تبارك وتعالى، أي من تعبدي
لله عز وجل. فالمعهود في كلام العرب أن الإله بمعنى المعبود. الأمر الآخر المهم أن يعرفه طالب العلم الذي يريد معرفة لا إله إلا الله أن يعرف الخبر المقدر للا النافية. فلا إله إلا الله هنا تبتدئ بلا النافية للجنس، ولا النافية للجنس تعمل عمل إن، تعمل عمل إن تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. لكن لا النافية للجنس لا يذكر خبرها ويسقط خبرها غالبا. لذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى صاحب الألفية: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر. فخبر لا النافية يسقط غالبا للعلم به. فيقال في إعراب لا إله إلا الله أن لا نافية للجنس، لا محل لها من الإعراب. وإله اسم لا منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره لا إله. وخبر لا محذوف، وسناتي إلى تقديره. إلا أداة استثناء لا محل لها من الإعراب. الله بدل من خبر لا المحذوف، وبدل المرفوع مرفوع. الله بدل من خبر لا المحذوف، وبدل المرفوع مرفوع. وخبر لا محذوف اختلفوا في تقديره على أقوال، أشهرها قولان. القول الأول وهو قول لأهل الكلام أنهم يقدرون خبر لا المحذوف بموجود، فيقولون لا إله إلا الله أي لا إله موجود إلا الله. وهذا فيه أن كل إله يعبد ويوجد فهو الله عز وجل، فلازم تقدير الخبر المحذوف بموجود عقيدة الاتحاد والحلول. وما كان لازمه باطلا فهو باطل. إذا قلنا الخبر يقدر بموجود فلا إله موجود إلا الله، فمن عبد الحجر فهو يعبد الله، ومن عبد الشجر فهو يعبد الله، ومن عبد الكلب فهو يعبد الله، ومن عبد الخنزير فهو يعبد الله. لذلك لما أخطأ أهل الحلول والاتحاد اعتقدوا أن كل معبود يعبد مع الله سبحانه وتعالى هو الله عز وجل. لذلك يقول الحلاج أو ابن العربي في أحد أبياته: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. فالكلب الذي يعبد من عبده يعبد الله عز وجل، والخنزير الذي يعبد من عبده يعبد الله عز وجل،
ومن يعبد الرهبان والأحبار فهو يعبد الله تبارك وتعالى، فاعتقدوا أن كل معبود يعبد مع الله عز وجل فحقيقة عبادته عبادة الله تبارك وتعالى. لذلك تأويل الخبر المحذوف بموجود لازمه كفر بالله تبارك وتعالى، والكفر الموجود في هذا اللازم أشد من كفر اليهود وأشد من كفر النصارى، لأن النصارى يعتقدون أن الله ثالث ثلاثة، وهؤلاء يعتقدون أن كل الآلهة التي تعبد حقيقة عبادتها عبادة الله تبارك وتعالى. التأويل الثاني وهو الحق أن يقدر الخبر المحذوف بحق، فلا إله حق إلا الله، وهذا التأويل دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فيكون معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فيكون معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. وهذا التفسير للا إله إلا الله هو الذي دل عليه معنى هذه الكلمة في كلام العرب. فإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله، فالجواب أن معناها لا معبود، لأن الإله بمعنى المعبود، بحق إلا الله، إلا الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا على معنى هذه الكلمة قول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالإله الحق هو الله عز وجل، فالإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، وما سواه فهي آلهة عند عابديها، لكن عبادتها باطلة، وما سوى الله عز وجل فهو إله عند عابده. في الحقيقة لا إله يستحق العبادة إلا الله عز وجل، ولا إله بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لكن من اتخذ إلها وعبده عابده فهو إله عند عابده، ولكنه إله باطل وعبادته باطلة، لأن العبادة حق لله تبارك وتعالى. فجمع في هذه الآية بين أمرين: إثبات العبادة لله ونفيها عن كل ما سواه. فيكون معنى لا إله إلا الله أنه إثبات العبادة لله عز وجل وحده، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى لا ينبغي أن يغفل عن طالب علم طرفة عين، لا يليق بمن يطلب العلم ويقرأ كلام الله عز وجل ويقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون جاهلا بمعنى لا إله إلا الله، فيعرف معناها ويعرف إعرابها ويعرف أدلتها ويعرف ما يتعلق بها من جميع جوانبها. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ الجواب: شروطها سبعة. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا، والثاني: استيقان القلب بها، والثالث: الانقياد لها ظاهرا وباطنا، والرابع: القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، الخامس: الإخلاص فيها، السادس: الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، السابع: المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. ثم سأل سؤالا آخر فقال: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟
أراد أن يبين رحمه الله تعالى أن هذه الشهادة لا تتحقق إلا بشروط، وهذه الشروط المراد بها أركان شهادة أن لا إله إلا الله، المراد بها أركان لا إله إلا الله، فهي أمور داخلة في تحقق معنى لا إله إلا الله. وليس المراد بشروط لا إله إلا الله أمر خارج عن ماهية لا إله إلا الله، كشروط الصلاة كالطهارة شرط لصحة الصلاة لكنها خارج الصلاة، فشروط لا إله إلا الله هي أركانها، وهي الأمور التي لا تتحقق لا إله إلا الله إلا بها. وذكر في سؤاله أن هذه الشروط لا تنفع لا إله إلا الله نطقا إلا إذا اجتمعت فيه الشروط، فقد يقول قائل لا إله إلا الله لكن لا ينفعه قول لا إله إلا الله لتأخر شرط من شروط لا إله إلا الله، فمن تأخر عنه شرط من شروط لا إله إلا الله لا ينفعه نطقه بلا إله إلا الله. وكذلك قد يقول لا إله إلا الله ويرتكب ناقضا من نواقض لا إله إلا الله، فلا ينفعه قول لا إله إلا الله إلا إذا قالها مع تأكد شروطها مع عدم ارتكاب ناقض من نواقضها. لذلك يقول أهل العلم أن لا إله إلا الله لا بد فيها من ثلاثة أمور مهمة، لا بد فيها من ثلاثة أمور مهمة لا ينفك بعضها عن بعض. أولها التلفظ بهذه الشهادة، وثانيها العمل بمقتضاها، وثالثها أن لا يأتي بناقض من نواقضها. فمن تأخر عنه أحد هذه الثلاث فلا ينفعه لا إله إلا الله ولو نطق بها في الدقيقة ألف مرة. ومما يدل على أن نطق لا إله إلا الله لا ينفع قائله إلا باجتماع هذه الأمور أن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، لكن أخبر الله عز وجل أنه لا ينفعهم قول لا إله إلا الله، بل أخبر سبحانه وتعالى أنهم في الدرك الأسفل من النار. فلو كانت لا إله إلا الله تنفع لفظا بدون معنى وبغير احتراز مما يناقضها لنفعت المنافقين، فلا يأتي قائل ويقول أنا أقول لا إله إلا الله وهي نافعتي، فيقال له لا بد في قولك للا إله إلا الله أن تعلم معناها وأن تعمل بمقتضاها وأن تجتنب ما يناقضها. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لما سأل الفرزدق لعله ماذا أعددت للقبر، فقال له أعددت له لا إله إلا الله، فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى نعم العدة لا إله إلا الله ولكنها مقيدة بالقيود الثقال واترك قذف المحصنات، فلا ترتكب ما يناقض أو ينقص لا إله إلا الله وتتذرع بقولك أنا أعد ليوم القيامة لا إله إلا الله. وسئل أيضا رحمه الله تعالى فقيل له إن قوما يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، سئل الحسن أيضا
فقيل له إن قوما يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال رحمه الله تعالى من قال لا إله إلا الله وأدى حقها وفرضها دخل الجنة، وأدى حقها وفرضها دخل الجنة. لم يجعل مجرد التلفظ بلا إله إلا الله نافعا لهم، وإنما لا بد من الإتيان بحقها وفرضها وشروطها وأركانها حتى تكون هذه الكلمة نافعة لصاحبها. وعلق البخاري رحمه الله تعالى أيضا عن وهب بن منبه وهو من التابعين أنه سئل فقيل له أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فقال نعم، ولكن لكل مفتاح سنون، فمن جاء بمفتاح بسنون فتح له، ومن جاء بمفتاح بغير أسنان لم يفتح له. ومعنى كلامه أن هذه الكلمة يتعلق بها أمور أخرى غير النطق بها، وهذه الشروط ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنها سبعة، وعدها بعض أهل العلم أنها ثمانية، زادوا الكفر بما سوى الله تعالى. وهذا الكفر وهذا الشرط الثامن داخل في الشروط السبعة، وداخل في معنى لا إله إلا الله. فالصحيح أنها سبعة شروط، يقول العلامة سعد بن عتيق رحمة الله عليه: علم يقين وإخلاص وصدقك مع، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِها. علم ويقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِها. فشروطها سبعة. الشرط الأول قال المصنف رحمه الله تعالى: العلم بمعناها نفيا وإثباتا، يعني يعلم معنى لا إله إلا الله ويعلم ما يناقض لا إله إلا الله، ويعلم أنها تعني استحقاق العبادة لله عز وجل وحده، وينفي العبادة عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى. قال الثاني: استيقان القلب بها. الثالث: الانقياد لها ظاهرا وباطنا. الرابع: القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها. الخامس: الإخلاص فيها. السادس: الصدق من صميم القلب لها. السابع: المحبة لها ولأهلها. إذن شروطها سبعة شروط. قال المصنف رحمه الله تعالى في سلم الوصول: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق حتى بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟
الجواب: قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون أي بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل شروط اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ سيذكر المصنف رحمه الله تعالى كل شرط والدليل عليه. وهذا فيه أن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين لك يا طالب العلم أن هذه الشروط تؤخذ من أدلة الكتاب والسنة، وعموم عقيدة أهل السنة والجماعة تؤخذ من أدلة الكتاب والسنة، فلا مدخل للرأي ولا للعقل ولا للقياس ولا لغيرها في هذا الباب، وإنما تكون تبعا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه العقيدة عقيدة مبنية على الكتاب والسنة. الدليل من كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال بعض السلف: الحق لا إله إلا الله. لذلك فسر المصنف رحمه الله تعالى إلا من شهد بالحق قال بلا إله إلا الله. والصحيح هو أن الحق أعم من لا إله إلا الله، والصحيح أن الحق أعم من لا إله إلا الله، لكنه تفسير للشيء ببعض أفراده أو بأجل أفراده أو بأعظم أفراده، وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الحج فيه أشياء كثيرة غير الوقوف بعرفة، لكن جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين فيه أشياء كثيرة غير النصيحة، لكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين هو النصيحة، كأنه يقول أن النصيحة من أعظم وأهم أفراد دين الله تبارك وتعالى. فالحق هو أشمل من لا إله إلا الله، لكن أعظم أفراده هذه الكلمة لا إله إلا الله. قال: وهم يعلمون، وهذا فيه دليل العلم بلا إله إلا الله. وجملة يعلمون حال من فاعل شهد. إلا من شهد، فيعلمون حال من فاعل شهد أي شهد بالحق حال كونه عالما بقلبه معنى ما نطق به بلسانه. أي شهد أو شهد بالحق حال كونه عالما بقلبه معنى ما نطق به بلسانه، لأن قوله تعالى من شهد يدل على وجوب النطق، لأن قوله تعالى شهد يدل على وجوب النطق، فالشهادة لا تكون بغير نطق. واشترط مع النطق العلم بقوله وهم يعلمون. وأصرح من هذه الآية في كتاب الله عز وجل على اشتراط العلم قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقول الله عز وجل: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، أي فاعلموا أنه لا إله إلا هو. فهاتان الآيتان صريحتان في وجوب العلم بلا إله إلا الله، في وجوب العلم بلا إله إلا الله. ومن السنة قال المصنف رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني مات
حال كونه عالما بلا إله إلا الله، فلا ينفع قول لا إله إلا الله إلا إذا قارنه العلم بمعناها، إلا إذا قارنه العلم بمعناها، أي العلم بنفي استحقاق العبودية عن كل ما سوى الله عز وجل وإثباتها لله عز وجل وحده. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.